بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا نتحدث إذن في الموالاة، اللي هي ممكن نلخص هي الموالاة انتماء، انتماء توجه، اتباع، انتماء توجه اتباع، بمصطلحات اليوم هويتك، مش هيك؟ هذا في قضية موالاة. إذن الموالاة للمجتمع المؤمن، قبل المجتمع الفكرة، الانتماء للفكرة، التوجه إلها، اتباعها بشكل فكرة إسلامية، وهذا اللي بيجعلنا نوالي المسلمين طبعا اللي تجمعهم هذه الفكرة. أني فكرة اللي بتجمع المسلمين؟ أني فكرة؟ أول شيء كيف بدنا نميز يعني المسلمين؟ أولا أساسيات الاعتقاد وأساسيات التشريع، هذا اللي بتجعل الناس تميز أنت أنه هذا مسلم أو غير مسلم. أساسيات الاعتقاد وأساسيات التشريع، الشريعة، ثم القضايا الاجتهادية، القضايا الاجتهادية ممكن يختلفوا فيها المسلمين في المسائل الاجتهادية. وكل المدارس، كل المدارس اللي في الفقه اجتهدت، أو حتى في العقيدة، في المسائل، في النصوص القابلة للاجتهاد، هذا كله في دائرة الإسلام، كله في دائرة الإسلام. إذن وين تبدو أنه هو مش مسلم؟ لما بنسلخ من أساسيات في الاعتقاد أو أساسيات في التشريع، أسس يعني قضايا معلومة يعني للمسلمين، تمام؟ طيب هذه مسألة. فانتمائك أنت للفكرة، والفكرة ما هي الإسلامية، لابد أن تكون متحركة في المجتمعات البشرية، وحركتها بحركة مين؟ المجتمع المؤمن اللي بتجمعه الأساسيات. فانتمائك إله، توجهك إله، اتباعك إله، نصرتك إله. وبيظهر إنسان على فكرة، بيظهر إنه هو موالي أو غير موالي في موقفه من الفكرة الإسلامية، في المحافل المختلفة تجد دائما ميله وين، دفاعه وين، نصرته لأي فكرة، لأي فكرة. ولأنه ما نقدرش نعزل الفكرة عن البشر، لأنه هم البشر اللي بتحركوا بالفكرة، ومن هون تجد الدين بيفرض الموالاة، الدين بيفرض الموالاة وتولي المجتمع المؤمن. شيخنا، لا إذا برضو أرجو أنه تكون مفتوح البوابة يا شيخ. انت هون بيهمش، هناك، هناك يعني خلوا شوية إذا في لزوم هون. طيب نبلور أكثر. تعرفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في أحد، معركة أحد، عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، منافق عبد الله، ولكنه ايش؟ بيظهر الإسلام وبصلي كل شيء تمام، مسلم، رجع بثلث الجيش. وفيكم سماعون لهم، يعني في المؤمنين ناس ممكن يستمعوا لأهل النفاق ويتبعوهم، حتى قدر يرجع بايش؟ بثلث الجيش. فيما بعد طبعا مش بس هذه الحادثة على فكرة، وحوادث أخرى، حوادث أخرى جعلت الصحابة يختلفوا فيهم، إنه هذول الناس لازم ينقتلوا، هذول اللي خانوا، تصوروا جيش بعدين بيرجعوا بثلث الجيش، هذا شو
فلذلك الصحابة اختلفوا فيهم في 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 هذول الناس اللي رجعوا، يقتلوا ولا ما يقتلوش، مسلمين هذول ولا مش مسلمين، منافقين ولا مسلمين. هذه الحادثة وغيرها اللي جعلت المسلمين يختلفوا في توصيف الموقف من هذول الناس شو لازم يكون. فنزلت الآيات، لاحظوا إذا مش بالضرورة حادثة بعينها، طبعا هذه الحادثة اللي أنا ذكرتها وردت في الأحاديث الصحيحة إنه فنزلت الآيات، لكن موضوع فنزلت ممكن يكون تقدير مرات من الصحابي إنه فنزلت الآيات، وتكون هي في أكثر من حادثة حدثت فنزلت الآيات. فما لكم في المنافقين فئتين، إيش اللي بخليكم تكونوا فئتين في المنافقين؟ ناس تقول هذول خرجوا من الدين ويجب قتلهم وقتالهم، وناس تقول لا هذول مسلمين على ضوء ما يظهر منهم، بيظهر منهم الإعلان إنهم مسلمين، في الأرض الواقع والسلوك بتناقض مع إيش؟ مع إعلانهم. فمجتمع الصحابة انقسم فيهم. الله سبحانه وتعالى قال فما لكم في المنافقين فئتين، ليش؟ شو اللي خلاكم تنقسموا فيهم فئتين؟ راح تلاحظوا انه الآيات القرآنية ايش بتقول، يعني بتلوم مين من هالفئتين؟ وهذا بدل على انه ممكن مرات احنا نجتهد اجتهاد ضعيف فنلام، لانه واضح انه في لوم هون. فما لكم في المنافقين فئتين، شو اللي قسمكم قسمين في المنافقين؟ كان يفترض انكم فهمتوا من اول لحظة ايش الموقف منهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم بما كسبوا، شو هو؟ نقول الركس مثلا، شو هو الركس؟ هون في هذه المسألة بالذات ممكن المنافق تجده مؤمن ثم سلك سلوك معين، هذا سلوك لا يكون سلوك مؤمنين، فيكون ارتد من حالة الإيمان إلى حالة الكفر. هذا الارتداد من حالة إلى حالة أسوأ منها، لاحظوا هذا الارتداد ممكن يكون الارتداد، ديروا بالكم بالفعل كيف يعني. مثلا تصوروا تشوفوا مسلم الآن مثلا بقاتل في الجيش الإسرائيلي، وهو مسلم وبصوم وبقوم الليل ومشيك وبصوم رمضان وبقاتل مع اليهود، خلاص انتهى، بصيرش تكونوا في وقتها بصيرش تختلفوا فيه، تقولوش انه بقول اشهد ان لا اله الا الله، بتقولوش انه بصلي، بتقولوش انه بصوم، شو شفتوا موقفه؟ وين ولاؤه؟ انتبهتوا كيف؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم، ايش اركسهم؟ يعني ردهم للكفر، لانه ارتداد من حالة لحالة اسوأ منها، شو اسمه هذا؟ ارتكاس. والانتكاس على فكرة بيكون من فوق لتحت، الانتكاس من فوق والتنكيس من فوق لتحت، بس الارتكاس عودة الى او رد شيء، مثلا رد الاخر على الاول ورد الاول على الاخر، يعني ايش كانت الحالة الاولى وايش الحالة الاخرى، ايش الحالة الاخرى ايش الاولى، الرد هذا بس لازم يكون من حالة الى حالة اسوأ، شو اسمه هذا؟ ارتكاس. والله أركسهم. طب ليش الله أركسهم؟ جعلهم بعد ما آمنوا يرجعوا إلى الكفر بسلوكهم. من قلت الانتكاس بيكون من فوق لتحت، تنكيس الأعلام كيف بصير؟ يكون العالم يرفرف بعدين بنزلوا هيك بنزل لتحت، تمام؟ انتكاس لما هو أدنى. هون انتقال من حالة لحالة، بس بدها تكون الحالة الثانية مالها أردأ وأسوأ، فهم كانوا في حالة، لأنه دير بالكم الإيمان ممكن الناس درجات في قضية الإيمان، وهو حتى مرات الإنسان نفسه بيعرفش نفسه وين صار في القضية الإيمانية. كيف لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هم مستسلمين على فكرة لقوة الرسول والدولة وماشيين مع الناس ومعجبهم الوضع، لأن دولة قوية وجماعة مؤمنين وكذا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، يعني ها الإيمان أخرى شوية ها ممكن يدخل،
لأنه مرات بالممارسة، بالممارسة خلاص الواحد شو بصير فيه على فكرة؟ بنسجم، بنسجم وبتجوز يتحسن وكل شيء تمام، تحسن وضعه وكل شيء تمام ويصير مؤمن، مش هيك؟ حتى قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين، لاحظ شو قال؟ إلا يعني إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هاي هاي بصيروا المنافقين ممكن يتحول، لأنه لأنهم المنافقين سبب نفاقهم أشكال وألوان، سبب نفاقه أشكال وألوان، ثم درجة النفاق درجات درجات، بس في منهم ممكن يتوب، في آمنوا ثم كفروا، القرآن قال عن آمنوا ثم كفروا، وفي ممكن ها خرج شوي وإذا أجبوا الجو وإذا أجت أمور تدعم منهم 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 بدخل كذا بتطور بصير بصير من يأسش من المنافق، والله سبحانه وتعالى رغبهم وقال لهم، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقتها بصيروا يعني يعني أنتم بتشوفوا في ناس على فكرة كانوا ملاحدة في مجتمعنا يعني، وكانوا بيسألوك عن الله ورسوله وتفاصيله مش مؤمنين اصلا، وممكن يكتبوا ضد الاسلام وممكن، وبعدين ما شفتهم الا رجعوا الى الله وصاروا بيسبقوك في العبادة وبيسبقوك في هيو هيو بصير هيو بصير صار هو بيسبقك تمام، ايش ايش اللي كان حاصل معه وشو اللي صار الى اخره، ما في ما فيش يأس من مثل هذه الحالات ها. فبالتالي لاحظوا والله اركسهم بما كسبوا، اذا شو سبب انه جعلهم يرتدوا، اذا في كسب، فاخطر ديروا بالكم اخطر شيء على الايمان العمل، اذا كان في اعمال طالحة وبستمر الانسان فيها وبتبش منها ممكن تعمل ارتكاسة، انتقال من حالة الى حالة اسوأ. والله اركسهم بما كسبوا عقوبة، اذا في عقوبات دنيوية ديروا بالكم، ومن اشد العقوبات الدنيوية انه الانسان يطمس على خلاص يعني بمعنى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اذا ختم على قلبه هذا من هذا معناته اشد عقوبه ممكن تلحق فيه في الدنيا، ممكن يغنيه ويصحبه صاحب ملايين ومليارات وروح طارد في الدنيا زي ما بدك، لكن ختمنا ممنوع تؤمن، ممنوع، هذه دير بالكم خطيره خطيره، ممنوع تؤمن تمام. ليش؟ لانه خلص انتهى المصير، عرف مصيره، عرف خليه يمد له سنتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين في الأخير في الأخير انتهى آه. أما إذا بتظل الباب التوبة مفتوح ممتاز، وذلك هاي فتحوا لباب للمنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا إلى آخره. طيب والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. طبعا مين اللي أضله؟ الله منعرفش نعرفش، لكن في مرحلة إذا أضل الإنسان من قبل الله نتيجة أعماله كعقوبة دنيوية لن تجد له أي سبيل إنه يرجع للإيمان، ممنوع. شو ما تقدم له أدلة، شو ما تقدم براهين، لو إنه كان فرعون ويشق قدامه البحر بالحق موسى، ولا مش غريب بالكم موضوع إبليس إنه تكبر؟ طب كيف تكبر؟ طب كيف؟ ما هو زينا زيهم على فكرة، الجن والإنس مخلوقات مكلفة، عندنا مثلا مثال إبليس في الجن، وعندنا مثلا فرعون وأمثاله، رأى الآيات آيات كثيرة جدا رأها لأنه في مرحلة الكسب السابق ممنوع، وهاتوا شوفوا مين بقدر يهدي. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فيش مجال، فيش مجال يؤمن، وهذا من الإعجاز، انه حتى لو قدمنا له كل شيء وكل الادله انت بتشوفوش بتشوفوش بكونوا قال بيفهموا فلاسفه وعلماء وكذا، كيف قال لك وين الله؟ مش شايف، مش شايف بالمره، شو هذا معناته؟ فعلا في اله يضل، في اله يضل، لانه اذا كان البدهيات مش عارفها هو، اذا البدهيات مش عارفها ايش يعني هذا؟ ما يعجبكش يعني انه هو بيفهم في مسائل ثانيه وكذا لاخره، هذا ما انتهى الموضوع. اتريدون ان تهدوا من أضل الله؟ عم بقول للمسلمين، معناته هون بلوم مين على فكرة؟ أي فئة؟ معناته مين الفئة اللي كاينة صح؟ اللي شافتهم عرفتهم منافقين، عرفتهم منافقين بأعمالهم،
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا، هي عم بكشف عن كمان دخائلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بيحبوا، وقداش في المجتمع ناس من هذول الناس اللي بيحبوا المجتمع كله يتحول كافر أو كله يتحول فاسق، كله شارب خمر، كله زاني، بتشوفوا منهم هذول ولا لا؟ بيحبوا مشان ينسجموا، ولا كيف بده ينسجمه وإذا بده يشوف حاله غريب في المجتمع؟ هاي مشكلة، هاي مشكلة. لذلك خطورة هذول الناس بشكل عام انهم هذول دائما بيحبوا المجتمع يكون زيهم، لذلك بتجدهم بيبذلوا جهود كثيرة في كتابات، في أفلام، في كذا في كذا، من هون من هون، مشان يخلوا الناس زيهم. ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. هذول الناس اللي بيقولوا لك احنا مسلم لكن يظهر من أعمالهم النفاق، يظهر، فلا تتخذوا منهم أولياء بالمرة بالمرة حتى يهاجروا في سبيل الله. لما تشوف صارت هجرته لله معناته بدل وغير. اللي قبل شوي شو قلنا عنه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، مش هيك؟ وأخلصوا دينهم لله، شفنا عليهم هيك خلاص ننسى ماضيهم. بتتولي وقتها بصير في موالاة، بصير في موالاة، يعني فيش حكم نهائي عندنا احنا كبشر، ولكن الله ممكن بيعلم مين اللي ختم وانتهى الموضوع وران. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا دير بالكم الكسب، هو الكسب المعاصي هذا هو اللي ممكن يؤدي الى الضلال. وذلك في ناس بظنوا انه والله حاورنا وقدمنا له ادلة وكذا، فيظن انه احنا عاجزين عن قدم له الدليل. لا، الخلل وين؟ في الارسال ولا في الاستقبال؟ لانه بدها تنتين الشغلة، ارسال صالح واستقبال. اما اذا كان فيش استقبال مرات بكون الرداء وين؟ في الارسال، تبليغ يعني، مرات في الاستقبال، الخلل في الاستقبال. فمش وقتها مش تظن انه انت يعني قاصر وعاجز او انه مش عم بتكون بتأدي المهمة صح اذا انت شايف انه صح. طيب، اذا هذه الايات اللي شفتوها، فما لكم في المنافقين فئتين. واليوم حكام، حكام وأنظمة عارفينهم وشايفينهم ومدركين تمام، بقولوا قال طيب، بقولوا مسلمين، او انت بجوز انت ما سمعتهم، مش بقولوا، بقولوا عنهم مسلمين وممكن يحجوا وممكن يصوموا، شو بعرفنا صاموا طبعا ولا ما صاموش، الى اخره. طيب طيب طيب، هذه ضمانة، هذه جواز السفر. طيب بدنا نشوف الان سلوكه، بدنا نشوف سلوكه، بنشوف منهم كل فجور وطغيان ومحاربة لدين الله. قال ومنصير فيهم فئتين، فئة تقول لا يا عمي مؤمنين، لا يا عمي مش مؤمنين، ايش يعني انتم مش شايفين ايش بيشتغلوا؟ قال ما هم مسلمين، بواجهونا في كثير ناس بواجهونا، يا عمي مسلمين وبصلوا وبصوموا. طيب هم المنافقين كانوا يصلوا ويصوموا، هاي الله بقول للمسلمين، انتم مختلفين فيهم بعد ما شفتوهم، مختلفين فيهم. هو بيخفى المسلم؟ ما قلنا لكم مرة عن واحد في الخمسينات في بلد ما هون في الضفة الغربية، يعني كأنهم هذول المترفين ما عجبهم مش اذان صلاة الفجر، فبدوا في الخمسينات صارت القصة، بدوا يكتبوا عريضة انه يا عم صلاة الفجر هاي بلاش صوت المؤذن، بلاش صوت المؤذن في الفجر. طيب فعلا فيها الناس صارت الساقطة، توقع 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 توقع، عند ما وصلوا واحد كان سكير مشهور في البلد، سكير خامرجي، لما شاف الورقة وانه بدهم يمنعوا الاذان قال شو تمنعوا الاذان انتوا؟ لا، مزعها وضرب اللي حامل العريضة، قال بدهم يمنعوا الاذان. هذا صحيح بيعصي، هذا صحيح بيعصي، بس وين ولاؤه؟ وين ولاؤه؟ وين حميته؟ وحصلت في زمن الرسول قصة زيها، اللي كانوا يجيبوه ويجلد وهو بيشرب خمر، ولما سم بعض الصحابة شتموا ما اكثر ما يؤتى به، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم بحب الله ورسوله، مش يعني تتشجعوا على الموضوع تقولوا بنحب الله ورسوله. الله.
ما احنا قلنا المعاصي بتأدي لايش مرات؟ المعاصي بتأدي الى يبطل يحب الله ورسوله. المعاصي ورا بعضها. فهون لكن هذا كان الضبط مع الصحابي ذاك شوية. ماشي؟ فهون قال اليوم بتكون شايفهم اعداء لله. اعداء لله في ممارساتهم وفي طغيانهم وكذا الاخير وشهود دين ولا هو اصلا هم مسائلين في دين. كن قال مختلفين فيهم. كن قال لك مسلمين. وهيو الله بقول لك فما لكم في المنافقين فئتين. ما هم مسلمين الفئتين. فهون والله اركسهم بما كسبوا. تريدون ان تهدوا من اضل الله. فبالتالي معناته كمان احنا مرات ممكن نجتهد على فكرة في قضايا ظاهرة بأدلة ضعيفة جدا فاحنا ملامين. ما يظنوش اي مجتهد يعني قال اي مجتهد بظن الناس انه اي مجتهد يثاب حتى مخطئ. هذاك اللي بيكون من اهل الاجتهاد واللي بيكون فعلا ملتبس عليه الدليل. اما لما تكون الامور واضحة قاعد بتناقش انت في الواضح. وانا اقصد هون بالدرجة الاولى كثير من الانظمة اللي انتم بتشوفوها في العالم العربي. شو واقع هاي؟ مؤمنين انتم مقتنعين انهم مؤمنين ولا زي ما كانوا يشوفوا الصحابة المنافقين بيخفى المنافق هو؟ طب كيف بدنا نعرف المنافق؟ عرفتهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. طيب هو اذا معناته على فكرة المنافقين إلهم سيمة معينة بعرفش. هو هل اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه السيمة ولا اخبره بأسمائهم؟ لاحظوا ممكن في لهم سمة معناته على فكرة. هل ممكن علم النفس بكرة يتوصل نقدر بكرة شوي هيك نصير نطلع بعد ما ندرس نقول هذا منافق؟ إله سمة المنافق. المنافق إله سمة. ولكن هون تبدو لك الآية الأول يبدو لك أنه يبدو أنه ما أخبروش بالسمة وممكن يكون أخبروا لأنه بيقول ولو نشاء لأريناكهم يعني بتشوفهم فلعرفتهم بسيماهم. يعني بصير لما ينظر منافق. هذا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. الآن شيء ثاني ولا تعرفنهم. هون خلصنا من الأولى هاي. لو يشاء الله سبحانه وتعالى كان كشف للرسول صلى الله عليه وسلم سيماهم بتكون 1 2 3. لما بتشوف هذه السيمة معناته تعرف انه منافق. طيب هل حصل هذا ولا اخبروا باسمائهم؟ مش موضوعنا. ولكن ولا تعرفنهم في لحن القول. لانه غالبا المنافق شو بيستخدم التورية وبصير يعني كلام غير كلام يعني بتقدرش تمسك عليه ممسك بس بيكون يرمي بامور بجوز المنافقين اللي زيه يفهموا عليه اللي بقى مجتمعين اول امبارح معاه برضو فاهمين ويقعد بس بيكونش صريح. بيكونش صريح هذا بايش؟ لحن القول. بلحن تلحين. هذا ممكن معناته احنا نعرفهم على فكرة من خلال ايش؟ حياتهم وكيف دايما هذول سقطات في الالفاظ. سقطات الالفاظ والغمغمة وما يكونش واضح لانه المؤمن صريح واضح كذا خصوصا في القضايا الدين. اما يقعد يقول لك والله ما نداري يعني هو بالك عارف هو الواحد يعني ملزم بالايمان بهالمسائل هاي مثلا انا بسأل يعني ما هو اللي بده يسأل مش بهالطريقة برضو مش هيك؟ في بتصير تلاحظ من هون اذا هذاك سيمة. في سيمة يبدو في سيمة وممكن معناته تدرس على فكرة تدرس ويعني على مجتمع على اشخاص منافقين هيك بدون ما يدروا تدرسهم وتشوف المشترك بينهم وشو كيف ولغة الجسد والتفاصيل هاي كلها. وفي اشي ثاني قال انه الله ولا تعرفنهم لا تعرفنهم هذه غير عن الاولى ولا تعرفنهم في لحن القول. مش ممكن يظلهم يعني قد ما ينافقوا الا يكونهم سقطات تشير الى عدم الايمان انه يعني من جوا مخبي من جوا مخبي من جوا مخبي. على السريع آية المنافق يعني علامته علامات اللي ممكن تدل على انه ما هو الآية مش هي العلامة الموصلة الى سبق قلنا الآية العلامة الموصلة الى آية الآية
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا بيكون سلوك دائم، مش مرة والله وعد وما جاش، مش هذا هو. ثم ممكن الناس يكون فيهم صفة واحدة من الثلاث، بس وانت تكون منافق، يعني منافق كامل، لما يجتمعوا الثلاث، تمام. لانه في ناس بكذبوا على فكرة، طبيعتهم هيك ابصر، بتكون خلل نفسي. لاحظ، مش اذا اؤتمن خان بكون امين وتفاصيله الخيرية، بس بحب دائما فوشر زي ما بيقولوا، ويكذب مرات مشان الناس تعجب بالكلام وكذا، بكون يحدث بقصص وكذا الاخيرية، وهو مش قصده النفاق، كذب. يعني الكذب يعني مش صغير، مش هيك؟ المهم، في علامات ممكن تعرفها والناس بيميزوها وقتها، انه هذه سلوك مستمر، هذا ما هذا طبيعته هيك صار. وان يقولوا تسمع لقولهم، مرات يكونوا بلغاء، واحيانا تعجبك اجسامهم كمان، الاشكال تخدع، ما هي الاشكال تخدع، مش هيك؟ بكون عنده كاريزما المنافق، مش هيك؟ مرات ممكن. تمام، طيب. المهم، هذه آية، ممتاز. واحد، اثنين، أم حسبتم أن تتركوا، مش ممكن يترككم، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، مش هيك؟ الآن جاهدوا، احنا سبق قلنا إن مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم القتال، مش هيك؟ بذل الجهد لنصرة الفكرة هو الجهاد، ومرات الحروب هي نوع من إيش؟ إما حماية الفكرة أو إزالة العوائق من أمام الفكرة، يعني وهي آخر حل أصلاً الحرب، وهي الجراحة يعني. بس هو في الأصل شو هو الجهاد؟ بذل الجهد في نصر الفكرة، في نصرة الفكرة. وهذا ببين اللي بزعم انه مؤمن، يعني بنشوفه في حياته اليومية، سواء كان في بيته او في المجالس او 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 او، هو فعلا بيكون متحرك انها الفكرة تنتشر والناس تاخذها، واذا شاف غلط، ما في امر معروف ونهي عن منكر، وصلوه بعض الناس الى درجة انه ركن من اركان الدين، بعض الناس، الامر معروف ونهي عن منكر، ما هذا جهاد؟ جهاد، مش هيك؟ الفكرة نفسها هذه، إذن والشريعة، وأنه دائما هو متحرك أنه الإسلام يكون هو المنتصر، وبينبسط لما بيشعر أنه الفكرة الإسلامية بتنتشر. إحنا بنتكلم على الفكرة بالدرجة الأولى، تمام؟ طيب، إذن أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله؟ طب كيف بيعلم على فكرة؟ ما هو من خلال، ما هو العلم علمين، علم الله بالأمور قبل حصولها، وهذا بسموه القضاء، وعلم الله بالأمور عند حصوله، وهذا بسموه القدر. وفي فرق بين العلمين، العلم الأول يتعلق بشيء غير موجود سيوجد، والعلم الثاني متعلق بشيء موجود. إذا متعلقات العلم اختلفت، فبالتالي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وليجة، طب نشوف وليجة. وليجة، أولا ولجة هي بقوله دخل، ولجة دخل، مش هيك؟ بس على ما يبدو، طبعا احنا سبق قلنا فيش ترادف في اللغة العربية، ايش هو الولوج؟ ايش هو الولوج؟ تمام؟ ممكن من أدق ما قيل في مسألة الولوج انه، لاحظ، ادخال او دخول شيء في شيء ليس من طبيعته، يعني الطبيعتين مختلفات، فدخول هذا في هذا اسمه ولوج، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هل هو الجمل اللي بنعرفه، ولا الجملون، الحبل هذا اللي بيكون
عدة إحبال، خصوصا السفن هاي إحبالها الضخمة، هذا برضو ممكن يسموه جمل أحيانا. ليش بيسموه جمل أصلا هذا الحبل؟ لأنه بكون عدة إحبال ومجموعة مع بعضها، جملة مع بعضها ومشدودة. فبرضو هذا ممكن، هذا بس هو التفسير الأضعف طبعا في الآية هاي. فهذا اللي نفترض أنه الحبل الغليظ، وعندك سم الخياط، هذا من مادة وهذا من مادة إدخال، هاي طبيعتين مختلفات. إذا مش أي دخول، هو دخول شيء في شيء ليس من طبيعته. شو اسمه هذا؟ ولوج. لذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لما بأخذ النهار من الليل والليل من النهار، وهذه لها تفصيل الآن في الفلك. هل النهار هو طبيعته طبيعة الليل؟ لا، مختلفات. لذلك أكثر ما استخدم في القرآن إذا بتلاحظوا في قضية الليل والنهار، أكثر ما استخدم يولج، تولج الليل في النهار وتولج النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إدخال وطبيعتين مختلفات. شو معنى إدخال؟ كل واحد بصير يأخذ على حساب الثاني إذا بتلاحظوا. وإن كنت بظن إنه مش بس هذا هو معنى الولوج، بس ما لاحظت إنه يعني أهل اللغة متبنيين، بس بدها استقراء أقوى، إنه مش بس هذا، يبدو إنه الولوج أيضا فيه إيش؟ فيه معنى بدخل ورح يخرج، بدخل ورح يخرج. كيف سم الخياط؟ نفرض إنه الآن عندي أنا دخل، الآن عندي الخيط أنا مع خرم الإبرة، إذا بتلاحظوا بدخل وبطلع، بدخل وبطلع، بنقول ولج. اللي بدخل بيستقر، اللي غالبا بدخل بيستقر، بس بدخل وبخرج ممكن نقول ولج على ما يبدو. طب ايش الوليجة؟ ايش الوليجة؟ هون لاحظوا، ادخال، لما يجي ادخال انسان في المؤمنين وهو ليس منهم، ادخال انسان، مش احنا قلنا ادخال شيء في شيء وهو ليس منه بشيك؟ فايش هي الوليجة معناته؟ هو او خلينا نقيم التاء اللي بمعنى الدخيلة، مثلا الدخيل ليش هو دخيل؟ يؤتى به دخيل، لحظة، يؤتى به في محيط ايش؟ هو مش منه، يدخل في محيط هو مش منه، تمام؟ هذا بسموه وليجة، دخيلة، هذا دخيلة. ما هي دير بالك التاء ممكن تصير مبالغة، دخيلة. وليجة. إذا نوضح أكثر الآن، ولم يتخذوا، لاحظوا، من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. اتخذوا معناته في اصطناع، اصطنعه. طيب اصطنع وليجة وين؟ اصطنع وليجة في دين الله مثلا، او اصطنع وليجة وين؟ في المجتمع المؤمن. لاحظوا، اصطنع وليجة في دين الله او اصطنع وليجة في المجتمع المؤمن. اصطنع شيء ليس، لاحظها، اصطنع في الفكرة الاسلامية فكر ليس منها وادخلوا فيها شيك، او ادخل في مجتمع المؤمنين ما ليس منه. خليني الان شوي اوضح اكثر، دير بالكم كله هذا واحنا منبلور ايش مفهوم الموالاة. شوفوا، لما غابت الفكرة في الدولة الاسلامية في المجتمعات المسلمة وصارت الامة متخلفة لقرون، وبعدين بدينا ننهض وظنينا حالنا انه احنا يعني يعني صرنا واعيين الآن وبدينا نفهم وإلى آخره، وجدنا الأمة مفرقة في لحظة التخلف، بدنا نجمع الأمة وبدنا ممتاز. خليني أخذ بلد زي سوريا اللي بصير فيها المذابح الآن. أجي عندي مثلا مجتمع، أجي عندي حزب البعث، أيوه حزب البعث، شو بدك يا حزب البعث؟ بدي وحدة الأمة، وحدة حرية اشتراكية. هو طبعا على فكرة مش في الاول ما كانش اشتراكية، كان في عندك حزب البعث الاشتراكي، عفوا حزب العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي. شوفها، حزب العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي في بداية الخمسينات شو صار فيهم؟
اندمجوا فصاروا حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب بعث معناته بده يبعث الامه، هاي واحد عربي ضمن العروبة بده حرية الامه، وحدة الامه، تفاصيل تفاصيل. طبعا فيما بعد شفنا احنا، وهي النهايات، هاي نهايات كل هذه الاحزاب اللي جت وحدة وحرية واشتراكية. ها واشتراكية هاي شفنا الان احنا قاعدين بنحصد نحصد وما فيش بلد شذ منهن. طيب الاقليات في المجتمع السوري مثلا، كان في عندك مثلا علويين، في عندك اسماعيليين، في عندك دروز، في عندك مسيحيين، تمام، وفي مسلمين الأكثرية. المسلمين شوفوا الآن، المسلمين على ضوء انه الآن احنا عرب وما بصيرش يكون فينا، طيب تعال يا أسد وتعال يا جديد، واحد جابوه من الدروز وواحد جابوه من العلويين وفي كمان اسماعيلي، بلاش الأسماء الآن، وصاروا قادة 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 قادة. طبعا الاسد كعلوي في الاخير شطب على هذولاك كلهم، على الدروز وغيرهم. ها وانتم شفتوا الامه في خطأها الاول، انه احنا كلنا اشي، مش يجي يقولوا ايش هم العلويين هذول، شو تاريخهم، صحيح هو لما يصير بده يقود الامه المسلمه الاغلبيه، ليش وين في امه كافره على وجه الارض حتى مش مسلمه بتقبل لواحد مش منها ومش من عقيدتها يكون يقودها؟ مين ادخلوهم في الاحزاب؟ ودخلوا في الاحزاب وفي الاخير طبعا صفوا بعضهم، يعني استطاع الاسد يصفي مثلا الدروز، واستطاع يصفي ها واضح. لما اتخذنا وليجة، شو يعني وليجة؟ ادخلنا فينا ما ليس منا. شو صار؟ شو شايفين الان انتو؟ شو شايفين؟ وطبقوا في كل البلاد، وطبقوا في كل البلاد، لما ادخلنا فينا ما ليس منا، ادخلنا فينا فيس من فكرنا، ادخلنا فينا جماعات ليس منا باسم انه احنا يعني. طب ما هو الدول اللي سمت حالها ديمقراطية وكذا، انو قال لك ما هو اصلا في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة منذ استقلت الى يومنا هذا لم يحكم الا بروتستانتي ما عدا كاثوليكي واحد وقتلوه اللي هو كينيدي، بروتستانتي، والبروتستانتي مسيحي، والكاثوليكي مسيحي، البروتستانتي مسيحي والكاثوليكي مسيحي، ومع ذلك هاليتيم مش تقول انه كاثوليكي طبعا، بس بقول يا هالصدفة انه هالكاثوليكي اللي وصل انطخ والباقي بروتستانت، وباقي بروتستانت. وين اللي بيقبلوا بالكم؟ وين اللي بيقبلوا؟ اي عقيدة يعني؟ البوذي بيقبله؟ البوذي الاكثرية بيقبل يعني؟ الهندوسي بيقبل؟ المسيحي بيقبل؟ انا لا يقبل انه يجي تدخل فيما ليس منه ويقودك ويتحكم في مصيرك. هالقلوب الطيبة قال يعني، وادخلت، وشوفوا الان ادرسوا الدول المختلفة وشوفوا كيف لما اتخذت وليجة، شو يعني وليجة؟ ادخلت منه ما ليس منه، ادخلت فيه ما ليس منه. ها شو صار؟ ايو صار، وانتو شايفوا كل شيء عندكم، وحتى اللي نافقوا فيهم كلهم منافقين على فكرة، حتى اللي كانوا ينافقوا في الكلام، حتى اللي ينافقوا في الكلام. ليش ابو رقيبة مثلا في تونس ما كانش مسلم؟ مش بقول مسلم، ما هو اللي قال للناس بلاش صيام رمضان وخلصونا من هالشغل، هو نفسه. طب ما سمعوهاش هاي، ما سمعوهاش هاي، وما سمعناش مثلها ومثلها ومثلها، وما سمعناش بابن علي وهو يعطي ممغنطة مشان تدخل المسجد، ممغنطة في دخول المساجد. طب ايش هذا؟ طب وفلان الاسد لما سلك ايش كان يسلك؟ وفلان 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 ايش؟ انتبهنا الان لقضية وليجة، ثم مش بس وليجة اللي هو المدخل يعني، لحظة، الدخيل الذي ليس منه، وعلى فكرة بظله هو ليس منك ومش عم ينسجم معك اصلا، خذوا هذا الدرس،
زمان ما هم اصلا ما كانوش سائلين في الحكم الشرعي، ما كانوش سائلين في الحكم الشرعي ولا هم دارسين قران ولا غيره، ولذلك اتخذوا وليجه. اتخذوا وليجه والام بتدفع ثمن، اتخذوا وليجه والام بتدفع ثمن. يا وليجه كفار يا وليجه منافقين، ادخلوها في جسم الامه تمام، وقيادات قيادات عليا قيادات عليا وليجه. طيب كن قال لك ديمقراطيه وكذا الاخير، البلاد الديمقراطيه بتقبلش هالكلام اصلا، ولا بتقبل انه الاكثريه يحكمها وليجه، وانت اصلا ما عندك ديمقراطيه اللي بتقول عنها، اصلا انت دكتاتوريه. هو اصلا الوليجه بيقدر بدون دكتاتوريه يظل موجود ويبطش بالامه؟ هذا اللي صار. طيب اول وليجه في الفكره، دخيله في الفكره نفسها، وبالتالي صرتوا تجدوا اليوم مشايخ بتزيوا بالزي. ما هو صار بيخدعوا الناس في الزي. وانت كان الاسلام اصلا زي، وانت كان الاسلام زي، وانت كان الاسلام لحيه مثلا، حتى نقول مسلم، هذه لحيه للذكر للذكر، وهي خلق الله الحكيم تمام، وما هوش لباس الدين وزي. طيب مشايخ اليوم عم نلاحظ عليهم، واللي بدرس بتلاحظ بيدخلوا في الدين من الافكار ما ليس منه، وبتجد ناس كن قال لك الشيخ الفلاني قال، وهذه خطيرة. فصارت الخطورة على قضيتين، خطورة على الفكرة من الدخلاء الوليجة هدول اللي بيدخلوهم علينا وبتزيوا بزينا وهم مش مؤمنين اصلا، ويستطيع اي انسان ان يكتشف عدم ايمانهم بس يسمع لهم ربع ساعة 10 دقائق بيدرك تماما في فرق بين المجتهد، انت بتعرف المجتهد واللي وجهة نظره قائمة على دليل حتى لو ضعيف بتلاحظ عليه انه لا مسلم ضمن الاجتهاد وضمن كذا بخفاش. اما الوليجة ايش بكون؟ الوليجة بتلاحظوا من اولها، وصرتوا اليوم تشوفوا في الاعلام صاروا يجيبوا الوليجة هذا ويقعدوا مفكر اسلامي وكذا الاخيره، او جيد هون انا بنصح الحق في برنامج لاثنين شباب هيك لطيفين في موجود على اليوتيوب اسمه قرار ازالة، جيد تحضروا، لانه هذول برضو يعني بتحدثوا في الوليجة، هذول في عالم الفكرة يعني، هم ما سموهم مش وليجة بس احنا عم نفسر، هم ببينوا لك هالاشكال هاي اللي بيدخلوها علينا وليست منا في عالم الفكرة، في عالم الفكرة اللي هي وليجة. واضح؟ اسمه البرنامج موجود على اليوتيوب قرار ازالة. وشفت واحد كمان يعني مقبول منيح اسمه في اليوتيوب مكافح الشبهات وقرار ازالة. يعني المقصود ايش؟ يعني شفت انهم متبنيين كشف هالناس اللي هم هذول وليجة مدخلين في الفكرة. اذا عم بقى لاحظتوا هذول مصيبتنا في هاتنين الوليجة هذول، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. واضح؟ وحتى طبعا يكون درس للأمة. اليوم الأمة أخذت دروس عن طريق المعاناة والقتل والتشريد، أخذت دروس لأنها ما كانتش مخذة الدرس من كتاب الله وسنة رسوله ابتداء. نكمل إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.